ضيفتنا هلأ مشاهدينا ممثلة أديرة انطلقت بزمن الفن الجميل، عبر سنين قدمت لنا سلسلة من الأدوار الناجحة، وحتى اليوم وجودها بأي عمل هو إضافي من ناحية الأداء النوعية والمستوى. برحب بالممثلة الكبيرة جناح فخوري، أهلا وسهلا فيكي ست جناح. أهلا فيكي، ميرسي، شرفتينا وكثير مبسوطين انك معنا اليوم، خاصه انه هيدي اول مره بتطلي ببرنامج لايف. صحيح بتغيبي عنا لفترات طويله اوقات، ولكن لما بترجعي بترجعي مثل ما بقولوا بقوه. عم نشوفك حاليا على شاشتنا باكثر من مسلسل، عملين، الاول هو ابرياء ولكن، وكمان حياه السكول. كنت عارفه انه راح ينعرضوا بنفس الوقت؟ يعني مبدئيا ايه، مبدئيا ايه، بس مش عارفه هالقد في تقارب. يعني فكرت انه بنبلش حياه سكول، نعم، بنص حياه سكول بينعرض ابرياء ولكن، سيقابوا مع بعضهم. هلا تصوروا بنفس الوقت؟ ايه يعني صورتهم اثنيناتهم سوا، يعني كنت صور نهار هون ونهار هون. انتهى تصوير ابرياء ولكن أكيد. ولكن حياه سكول بعده مستمر، وبعرف انه حلقات طويله بعدها. نعم. نعم. الست جناح ابرياء ولكن اكيد حكينا عنه كثير وشفنا البروموسيونات وبلش عرضه، عمل مميز بالصوره كمان والمضمون والاخراج. شو اللي والاخراج اكيد، شو اللي جذبك له؟ شو المميز بهالعمل حتى انت اقتنعتي فيه؟ لانه يعني بعرف دورك مش كثير كبير. انا دوري مش كبير، وبعدين انا برات القصة. يعني انا ما لي علاقة لا بالقصر ولا بالولاد، ولا انا عمتها للحكيمة امال، دكتورة امال، اللي بس تتعرض للحادث وبتفقد ذاكرتها سنة بتيجي بتقعد عندي. نعم. يعني انا يعني برات اللعبة. حبيت الدور انه مثل العادي، دور ام، دور عمي، دور تيتا، ماشي الحال. والقصة جذبتني، كنت حابة كتير شوف كيف بدها تتنفذ. نعم. لأنه هيك أعمال صعبة شوي تتنفذ، بس سمير حبشي قليل لما نشوف أعمال من هالنوع على الشاشة، خاصة بالسنوات الأخيرة. ولكن لما شفنا البروموسيون لهالعمل ذكرنا بعمل آخر شفناه بشهر رمضان المبارك الماضي على شاشتنا، عشر عبيد صغار، اللي هو كمان للكاتبة الشهيرة أغاثا كريستي. أيوة. هل هالأعمال بتشبه بعضها؟ لا ما بتشبه هذا. هاي القصة بعيدة كتير عن هيديك. بس لا أكيد نفس أغاثا كريستي وروح أغاثا كريستي موجودة. وبتعرفي كل مخرج بيلعبها مثل ما هو بده، يعني بحطك بصورة معينة. هالمرة الاقتباس لعبد المجيد حيدر، وأكيد الإخراج لسمير حبشي. لحد هلأ شو ردة فعل المشاهدين سجن؟ بعرف في مشاهد قوية، في ناس حبته كتير، في ناس كتير حبته، بدهم يطلعوا من العادي اللي منشوفه الدراما العاديه، وفي ناس ما قنعها. نعم. بتعرفي ذوق المشاهد ما فيك ترضي الكل يعني، بس سو فار سو جود يعني. ما هو حلو واحد يتجادل منيح او صح. مش منيح، حلو او مش حلو، معناتها عم ياخذ حيز بحياتهم. القصة مثل ما قلت معقدة، معقدة كثير وغامضة، بتتضمن مشاهد قوية. حتى احنا ما بنعرفها. صح صح. كان ضيفي من عدة أسابيع سيد جان قسيس، اللي أكيد كمان له دور بهالمسلسل، وخبرني عن كيف عم تتطور الأحداث. قال لي حتى الممثلين مش عارفين كيف رح تتطور هالقصة. أنا مثل ما فهمت حتى نهاية القصة مش مثل نهاية الكتاب. إيه هالقد؟ إيه فيها شوية طالعين القصة شوي. نعم. إيه بس ما بعرف، انا عم بحضر ومثلي مثل العالم. لما القصه بتكون هالقد غامضه وما معكم تفاصيلها، كيف ممكن تتحضري لهيك دور ست جناح؟ قد ايه بتتعمقي فيه؟ بتاخذي كاركتيرك، يعني بتشوفي ابعاده، يعني الى حد ما بدهم يعطوكي ابعاد الشخصيه يعني. هلا الفينال مين قاتل ما بنعرف، يمكن كون انا، يمكن كون حدا ثاني، بس ابعاد الشخصيه انت موجوده معك عم تلعبيها. قد ايه بتدخلي بالدور؟ هل بتتقمصي لدرجة أنه ما بتقدري تفصلي مثلا لما ترجعي على البيت؟ رولا ما فينا نتقمص أدوار. أكيد وقت بفوت على أبرياء ولكن بكون لابسة شخصية أبرياء ولكن، فز تاني نهار على حياة سكول لابسة شخصية حياة سكول، لأنه الأدوار اللي بتأديها ما بتشبه بعضها أبدا، بعد عن بعضهم. إيه وبذات الوقت عم صور مسلسل تاني، هيدا بشكل تحدي لإلك ست جناح؟ أكيد ما في شك. ما في شك يعني بتقدري تفصلي بين الأدوار؟ أكيد. لكن المسرح ما فيك تفصلي لانك عم تلعبي كل يوم ذات الكاركتير وذات الشخصيه، بتفوتي باللعبه اكثر. التلفزيون عم تطلعي منه، يعني كل ما فتي على قصه جديده انت عم تفوتي معها. نعم.
هيدي بدخولنا او بتقمص الشخصيه، كيف بتطلع من الشخصيه؟ حكيت مع نيكولا معوض الممثل البارع نيكولا واللي شارك بابرياء، ولكن مع انتهاء التصوير قد ما المشاهد قويه قد ما القصه يمكن غامضه، اخذ اسبوع كامل وقعد لوحده حتى يقدر يطلع من هالدور. ما عم بقول لك هن بحد ذاتهم القصه، لاني انا بعيد شوي. نعم. ما فت بلعبتهم، لعبه الخوف ولعبه مين قاتل ولعبه كيف عاشوا الحياه الصعبه، يعني لعبه سيكولوجيه. اكيد اكيد بتاثر، ما في شك بتاثر. خلينا ننتقل شوي لحياة سكول، أجواء أخف شوي ولكن هي دراما لبنانية، قد ايه هي مأخوذة من واقع مجتمعنا؟ أكيد ست كل ما فتي بس فوت على الصف أنا بتخيل ابني وبنتي كيف كانوا بالمدرسة، شو يعملوا مشاكل وأصحابهم من حياتنا العادية. وبتشوفي التلميذ الشاطر واللي بحب يعمل مشاكل، والمعلمة اللي قادرة تسيطر والمعلمة مش قادرة تسيطر، يعني هي حياتنا، حياة المدارس هون بلبنان. بهالعمل بتلعبي دور استاذة معروفة مشهورة انها بتزرع الرعب بقلوب مش التلاميذ. مش رعب، هي لها كثير فترة بالمدرسة. في لها نظرة الاحترام، وهي مجرد تطلع فيهم لو كانوا عم بيهبوا بيهدوا. يعني انا ببقى مرقة بالكوريدور بمشاهد. بيسكتوا، بيعرفوا المعلمين اللي بالصف انه انا قطعت. هالقد اني ما بيخافوا مني، انا بالعكس انا معهم. انا مع التلاميذ اني نعملهم بطريقه نقدر ناخذ ونعطي معهم، نتقرب منهم، ما نعملهم بالجفا. او اذا عم تعمليهم بشكل صارم هيدا بالنهايه لمصلحتهم. الصارم المحق، مش الصارم نشحط ونزت ونقاصص، وهيدا انا ضدها بقصه حياه سكول. هي بتحكي الواقع، بتحكي كيف لازم نحن ناخذ ونعطي مع الولد ونتقرب منه اكثر من. ولكن قد ايه هي واقعيه هالقصه ست جنى؟ هل في رساله وراء هالعمل؟ قد ايه هي دقيقه الصوره اللي عم تنقلوها عن الجيل الجديد الموجود بالمدارس اليوم؟ كثير دقيقه، لانه الشباب اذا انا بكون عم صور المشهد بالمشهديه. بحسوا انه مضبوط تلاميذ مدرسه ومضبوط بيعملوا هيك ومضبوط، يعني لابسين هن الشخصيه أو هني قراب للشخصية لأنه أعمار صغيرة. كيف كانوا بالمدرسة عم بحققوا لك هني كيف عاملين. بدنا نتوقف مع مشهد من مسلسل الأبرياء ولكن. يلا. عمتي ليه جنيتي هيك على عادل؟ عمتي ما بدي أحكي بالموضوع، ما ليه؟ عادل شاب طيب، ما تركك كل فترة مرضك. عمتي خلص خلص أوكي؟ أمل، عادل مش بس خطيبك، أنتوا تجوزتوا من 5 أشهر. بدي ارجع لحياة سكول ست جناح. بهالمسلسل وقفتي امام عدد من الوجوه الجديده بطبيعه القصه، هل لقيت انه في مواهب بالتمثيل؟ يعني لما بتحضريهم هل بيقنعوكي؟ اي اكيد اكيد. في كم منيح منهم عندهم مواهب. في شاب كثير شاطر كثير بيلفتني، البنات كثير، في بنت كثير طبيعيه، حتى الممثلين مهني منهم كمان جديد. ريتا مزغرة زمان. لا اكيد في مواهب اكيد. لو ما في مواهب بيوقف الفن عند حقبة معينة. خلينا بموضوع الفن، وبدنا نعمل مقارنة صغيرة بين الفن الجميل اللي أنت انطلقتي منه اللي ما بينتسى وترك بصمة كبيرة عنا، والفن اللي عم بيتقدم اليوم إذا فينا نسميه فن. عبر سنين شاركتي بعدد من أهم المسلسلات التلفزيونية، رحلة العمر، نساء في العاصفة، ابنتي، غريبة، امرأة من ضياع، السجينة، وكثير غيرهم. أعمال مثل ما قلت تركت أثر فينا، أعمال ما بتنتسى. إذا بدنا نقارن بين هالأعمال والأعمال اللي عم تتقدم اليوم، شو الفرق؟ نحن هلا انا ضميريا بحكي. وصلنا بدراما الى حد ما كثير منيح. يعني في اعمال انعملت بفتره ال5 سنين اللي عم نحكي عليها كثير منيحه. بس انا بزعل وقت بنعمل دراما وبنرجع بنهبط. ما بقى مسموح نعمل مسلسلات نوصل فيها لليفل معين ونرجع نهبط.
يعني هل مستوى الانتاج تراجع؟ هل اداء الممثلين تراجع؟ الى مستوى هل الكتابه تراجعت؟ الكتابه تراجعت، عم ياخذوا حيالله قصص، عم بفوتوا، عم بيجربوا، وعم نسمع لغه مش مقبوله بكل بساطه. مش لالنا، مش لالنا بس، يعني قد ايه بدك تصلحي؟ قد ايه بدك تصلحي؟ يعني انت بتصلحي دورك، بتصلحي حضورك، بس العمل ككل. بس ما في شك، برجع بقول في اعمال ناجحه نعم انعملت وحلوه واخذت ضجه وحتى برا عم يحكوا عنها، بس بضل في هبوط. نعم. هبوط هيدا من قلة الاحتراف، انا هيك بقول. نعم نعم. بالماضي سيد جناح الممثلين كانوا معروفين واعمالهم عندهم تاريخ بيحكي عن نفسه. اليوم في مشكلتين عم نواجهها بالدراما اللبنانيه، وهذا رايي كمشاهده. اولا التكرار، عم نشوف نفس الممثلين بدور البطوله، وكمان عم نشوف وجوه بنشوفها لاول مره بدور البطوله وما لهم علاقه بكل صراحه بالتمثيل. هون الحق على مين؟ وشو رايك بهالموضوع؟ حق على الانتاج. الانتاج بهمه يبيع، بيركض على الاسماء المعروفه اللي هن صاروا كثير محدودين، يعني اربع خمسه عشره او يعني. نفس الوجوه منضيع اوقات. مزبوط، ايام بتحضري مسلسلين لذات البطل، بتصيري انا شو عم بحضر هيدا بنفس الوقت. وفي توفير. نعم. بدهم يجيبوا اوجاه جديده باسعار اخف ويعملوا نون ستارز. هلا حتى الابطال اللي وصلوا كانوا بالاول جداد، بس قدروا علموا، مش كل واحد بيعلم. الفن منه قصة بس مثلنا، صح. الكاريزما مش موجودة بكل بني آدم، ما بتكفي لوحدها. يعني عم نحكي ممثلين معروفين عندهم تاريخ طويل، قد ايه يعني قد ايه درسوا، قد ايه تعمقوا، قد ايه تحضروا، قد ايه تعلموا وتثقفوا. اكيد. هل هالشيء موجود اليوم عند الوجوه اللي عم نشوفها الجديدة؟ نعم. مش الكل، بس في، يعني ما بحب حط كثير عم بتسيري ست جنى. لا 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 لا، في في نعم في. انا جرب، انا بلشت مع كل الوجوه اللي صارت ستارز هلا، ومن اول يوم كون عم صور معهم قل لهم المراهنه بمحلها. نعم. انت بتحسي، انا يعني خبره 40 45 سنه ما بتروح. نعم. كيف ما كان، يعني مجرد لاقي الممثل اللي عم بيشتغل قدامي العصب، يعني بس امسك ايده هون حس عصبه عم يعمل ايه، هيدا محاضر. يعني بنطمن انه في مواهب بوادي، في اكيد في، بس في شغله اللي انا ما عم بحبها، عم ينفتح مجال لوجه جديده بتعلم نتفه بكبوها بينسوها. نعم. لخي هذا علم، اعطوه خط ثاني، اعطوه ستيب ثاني، بينسوه بيتركوه بصير يفوتوا بجديد وجديد وجديد. هون اللي عم بيضيعوا فيه. نعم. يا ستار كبير معروف، يا بدنا نجرب نشكل ونغير. بس ما في شك في عنا بلبنان كتير قدرات. نعم. بس بدك مين يلقطهم؟ بدي استفيد من خبرتك وتاريخك الطويل بهالمجال تنعمل مقارنة أخرى. شو وضع الممثل أو الفنان اللبناني اليوم؟ كيف بتقيمي وضعه مقارنة بالزمن الجميل اللي أنت انطلقتي منه؟ يعني العالم صارت على حافظتنا، نحن كتير بعاد عن الفن، عن تقدير الفنان، عن القيمة المتوجبة على المنتج يعملها تجاه الفنان، وخصوصا لأنها لبنانية. إذا بيجيبوا من برا حيالله واحد. نعم. بيكون مش بالأولوية، بيكون خط ثاني أو ثالث، معاملة خاصة، معاملة أجر خاصة. خاص، هني فاردين حالهم. نعم. الجميع فاردين حالهم. هذا نفس الموضوع طرحه جان أسيس. نعم. شو دور النقابي هون ست جناح؟ هذا سؤال طرحته على جان أسيس. نقابي ما فيها تعمل شيء هون. نعم. كل يعني أنت وأنت وقد ايه فيك تخطي. نعم. قد ايه فيك تطالبي. مع أنه قال لي أنه عم بيقوموا بجهد كبير لتغيير هالواقع. نحن ما عم نقول ما عم بيقوموا، بس الانتاج اللبناني بيستخف بالممثل اللبناني. نعم. عنده ستار، وبقيه ستار برات ستار هاو عاديه مهمشين. جناح ما اخذت منجيب فلاني، فلاني مش. نعم. راضي سعره ما عجبنا منجيب فلان. فهمت علي كيف؟ مش انه في ستاندرد معين، هيدا له خبرته، له حضوره، بيلعب. نعم. الدور او ما بيلعب الدور. هل برأيك رح نقدر نوصل لمرحلة ست جناح أنه الفنان أو الممثل اللبناني يعيش من مهنته بكرامة أو يتقدر بالقليلة حتى هو على قيد الحياة؟ ما بعرف، ما بعرف. لأنه أنا لليوم بقول الله يطول بعمرك، نتأمل هالشيء. لليوم بقول أنه الممثل اللبناني ما بيقدر يعيش من مهنته. يعني بفتكر يمكن المرأة
بتحاول على اساس في وراها اذا مجوزه. نعم. مش مثل الرجال عنده عائله عنده اولاد عنده مدارس عنده. نعم. ما بتعيشوا، لا بده يكون الى جانب التمثيل. وبعرف انه كثار من الممثلين بيشتغلوا اكثر من مهنه حتى يقدروا يكملوا، وهيك مجبور يعمل. يعني بتكون هوايه لهم للاسف قد ما كانت موهبتهم كبيره، مجبور يعمل هيك ليقدر يكفي. شو بينقصنا حتى نقدر نغير هالواقع؟ يعني شو بينقص الدراما اللبنانيه حتى تتماشى او تنافس الدراما المصريه والدراما السوريه؟ هي عم بتنافس كحضور، عم بتنافس، بس العقل الانتاجي اللبناني هالقد ما بده يعلينا، بده يخلينا هالقد بباكج معين. نعم. بس الاجنبي او مين ما كان بيجيبوه بيعطوه حقه وزياده وبيقدموا له خدمات وكل شيء له. وهون بتلومي المنتجين؟ اكيد، مين بدي لوم؟ نعم. مجرد تقولي انا ما بدي هيك بقول لك فلي في غيرك. نعم. المنتج هو بايده كل شيء. نحن بنضم صوتنا لصوتك وان شاء الله ياخذوا هالشيء بعين الاعتبار المنتجين. بعرف انه في كثير مصالح خاصه بين المنتجين والفنانين الممثلين اللي بيختارون لاعمالهم. بدي اطلب منك تتفضلي معي ست جناح على الوول اوف فيم، بدنا امضائك اكيد قبل ما تتركينا. وبهالوقت بدي اسالك عن الجديد اللي عم بتحضريه. انا هلا عم بصور كمان بمسلسل اسمه تشيلو. نعم. بده ينعرض برمضان. تشيلو؟ ايه. نعم. نعرض برمضان بطولة نادين نجام ويوسف الخال وتيم حسن. حلو. هيدي من الاعمال اللي بتضم اكثر من جنسية عربية. بتحبي الاعمال المشتركة ست جناح؟ ايه ليه لا؟ بتضيف غنى على العمل؟ ايه بتلون. او بتجذب جمهور اوسع؟ ليكي في شغلة مش بس بتلا، في شغله في غلط عندنا بمزج السوري والمصري. نعم. واللبناني. يعني انا ما برضى انا ام لبنانيه اخذي مصري اولادي بيحكوا مصري، ليه؟ نعم. هن الام اللي بتحكي اللبناني المفروض الاولاد يحكي. نعم. يعني هاول الاشياء ما بيشوفوها، ما بيشوفوها، ما بياخذوها بعين الاعتبار. نعم. جناح، اذا انا هاويه للتمثيل وطلبت منك نصيحه شو بتكون؟ رح اقعد ببيتك. كيف نتوقع هالجواب؟ نحن ما بدنا اياك ابدا تقعد ببيتك، بدنا تضلي تزيني الشاشه اللبنانيه والعربيه وناطرينك بكل اعمالك الجديده. شكرا لوجودك معنا. مشكرا. وقفه قصيره مشاهدينا وبنرجع لاخر محطه بحلقتنا واتس اون ام تي في.